السلام عليكم مهندسين فخمين، ورجعنا لكم بفيديو جديد عن الطاقة الشمسية. طبعا بهذا الفيديو إن شاء الله راح نعمل مقارنة سريعة وبسيطة الفرق بين البولي كريستالين والمونو كريستالين. نعمل مقارنة بينهم من حيث الكوست، من حيث كفاءة كل خلية منهم، من حيث العمر الافتراضي لكل خلية. طبعا بداية راح نحكي على المونو كريستالين. المونو كريستالين يعد أكثر كفاءة من البولي كريستالين بسبب انه مقطوع من مصدر واحد من السيليكون، يعني يصنع من مصدر واحد من السيليكون، بينما البولي كريستالين يصنع من عدة مصادر من السيليكون، فبكون اقل كفاءة الى حد ما من المونو كريستالين. طبعا من حيث درجة النقاوة، المونو كريستالين يعد اكثر نقاوة 100%، لانه زي ما حكينا يصنع من مصدر واحد من السيليكون، بينما البولي كريستالين ليس نقي 100%. طبعا من حيث تأثرهم درجة الحرارة، المونوكريستالين يتأثر بدرجة الحرارة أكثر من البولي كريستالين، يعني تأثر كبير بدرجة الحرارة المونوكريستالين، بينما البولي كريستالين تأثر بدرجة الحرارة أقل. طبعا من حيث الجمالية، يعني يعد أكثر جمالية المونوكريستالين من حيث الجمالية، بينما البولي كريستالين أقل جمالية، وهسه راح نشوف ليش. السبب انه زي ما احنا شايفين هسه في كل خلية بالسلس، يعني زي ما احنا شايفين، يعني حتى كمنظر ودرجة نقاوة، فبتلاقي اكثر جمالية المونوكريستالين. زي ما احنا شايفين البوليكريستالين زي ما بتشوفه بتحسه زي الزجاج اللي مكسر شكله بكون، فانه بتحس فيه يعني زي شوائب، يعني بتحس منظره يعني حلو هو، لكن أكثر جمالية الناس بتفضل المونوكريستالين. طبعا من حيث الكوست، المونوكريستالين يعد أكثر يعني تكلفة، لكن البوليكريستالين أقل تكلفة. من حيث الكفاءة، طبعا يعد المونوكريستالين أكثر كفاءة، زي ما قلنا بتتراوح درجة كفاءته من 15% ل 20%، بينما البوليكريستالين بكون أقل كفاءة، بتتراوح درجة كفاءته من 13% ل 16%. طبعا المونوكريستالين زي ما احنا شفنا بكون لونه بلاك، بينما البوليكريستالين بكون بلو. طبعا من حيث العمر الافتراضي لهم، الثنتين نفس الشيء 25 سنة أكثر، ولكن هذا زي ما بنحكي في أحسن الأحوال وأحسن الظروف الجوية بقعد عندي 25 سنة، ولكن نحن زي ما بنعرف احنا بالظروف الجوية بنمر فيها الأتربة والرياح، فبتتعرض الخلية لجروح، هاي الجروح بتأثر على المدى البعيد، يعني سنة عن سنة بتقل كفاءته، كفاءة الخلية نفسها. عشان هيك لما يجي نعمل عمر افتراضي لهم، هذا عمر افتراضي في أحسن الأحوال وأحسن الظروف الجوية 25 سنة. طبعا في كثير شركات مصنعة لهذه الخلايا من المونوكريستالين والبوليكريستالين، يعني في شركات بتصنع المونوكريستالين والبوليكريستالين، في شركات مختصة مثلا المونوكريستالين، وفي شركات مثلا مختصة بالبوليكريستالين، لكن في يعني في أكثر الشركات بتصنع المونوكريستالين وبتصنع البوليكريستالين، مثلا زي شركة هيونداي سولار وورد، يعني بتصنع الثنتين، وفي عندي كمان جينكو سولار. طبعا هسه انا لما اجي اركب يعني انو افضل اركب مونوكريستالين ولا بوليكريستالين؟ طبعا هذا بحكمني الظروف الجوية اللي اركب فيها، يعني على سبيل المثال انا مثلا في صحراء وفي درجة تأثر بالحرارة كبيرة، ما بروح بركب مونوكريستالين، بركب بوليكريستالين، لانه زي ما حكينا تأثر بدرجة الحرارة بتكون أقل من المونوكريستالين، لأن المونوكريستالين تأثره قلنا درجة الحرارة عالية. لكن في ظروف جوية مناسبة وما في عندي زيادة في درجة الحرارة، بركب مونوكريستالين، لأنه زي ما قلنا هو كثير كفاءته عالية وراح يعطيني إنتاجية كثير عالية، فالأفضل إني أركب مونوكريستالين. ولكن زي ما حكينا الظروف الجوية، حسب الظروف الجوية حسب المنطقة وتأثرها بدرجات الحرارة، بقرر اركب مونوكريستالين ولا بوليكريستالين. بيخلص الفيديو، لا تنسى تعمل لايك واشتراك للقناة، واستنونا بفيديو جديد. السلام عليكم.